ايضا واحد من الاخبار المهمه النهارده خلال شركه الاهلي لكره القدم. شركه الاهلي الحقيقه لكره القدم النهارده اعلنت عن اول منتج للتفاعل الرقمي بالتعاون مع شركه جرينتا. زي ما حضراتكم شفتوا من شويه، اعلنت شركه الاهلي لكره القدم عن اطلاق واداره أول منتج للتفاعل الرقمي بالتعاون مع شركة جرينتا، وهي واحدة من كبرى الشركات في المجال الرقمي. جاء ذلك من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بأحد الفنادق الكبرى، وحضره الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ومجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم برئاسة المهندس عدلي القيعي وخالد عبد القادر نائب رئيس الشركة وأحمد حسام عوض عضو مجلس إدارة الشركة. كما حضر من مجلس إدارة النادي المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، أستاذ طارق أنديل وكابتن حسام غالي والأستاذ محمد الجرحي أعضاء مجلس الإدارة. أيضا الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، كابتن أمير توفيق القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، وحضر من شركة جرينتا المهندس عمرو حنة الرئيس التنفيذي ومحمد جلال وباسم رأفت عضو مجلس الإدارة ومدير الإدارات بالشركة. أيضا حضر الوزير يحيى راشد رئيس شركة الأهلي للخدمات الرياضية، والمهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن. وطبعا زي ما حضراتكم سمعتوا، والمؤتمر هنذيعه لحضراتكم كذا مرة خلال الفترة القادمة. الحقيقة زي ما سمعتوا كابتن الخطيب وهو بيتكلم ان احنا يعني داخلين في فترة، او احنا بالفعل في فترة صعبة جدا تحتاج الى رؤية تسويقية جديدة من كل النواحي الحقيقة. عشان كده كابتن خطيب اعلن النهاردة عن هذه الشراكة المحترمة. طيب، الكابتن بدر رجب مديرا فنيا لقطاع الناشئين، مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب قرر خلال اجتماعه الذي عقده اليوم بمقر النادي بالجزيرة تعيين الكابتن بدر رجب مديرا فنيا لقطاع الناشئين. حاول شباب تجيبوا لنا كابتن بدر رجب، نبارك له على الهواء. و كابتن بدر رجب من الأسماء الكبيرة جدا 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 في كرة القدم، والحقيقة واحد من المدربين اللي كان له دور كبير جدا 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 خلال الفترة السابقة في إخراج عدد كبير من اللاعبين الكبار اللي في النادي الأهلي. هتلاقوا دايما أن الكابتن بدر رجب له دور مهم جدا في هذا الأمر. كابتن بدر رجب إن شاء الله ربنا يوفقه في هذه المهمة الصعبة، وهذه المهمة اللي الكل بينتظر ماذا سيحدث في قطاع الناشئين. الحقيقة بعد الطفرة الكبيرة اللي عملها كابتن خالد بيبو رئيس قطاع أو مدير قطاع الناشئين، كابتن خالد بيبو عامل طفرة بقاله 3 سنين الحقيقة في قطاع الناشئين زي ما حضراتكم شايفين. والنهاردة من خلال تمرين النادي الأهلي هوري حضراتكم إيه اللي بيحصل في قطاع الناشئين، هوري حضراتكم إن مارسيل كولر كيف يفكر فيما هو قادم. فالحقيقة وجود كابتن خالد بيبو مع كابتن أو كابتن بدر رجب مع كابتن خالد بيبو أعتقد هتبقى توليفة رائعة جدا جدا جدا. كل التوفيق لكابتن بدر رجب في أنه هو يكون متواجد الحقيقة ويعمل الشغل اللي احنا كلنا مستنيينه منه. إن شاء الله ربنا يكرمه. وزي ما حضراتكم عارفين الكابتن بدر رجب كان له دور كبير ايضا في الامارات منذ فتره طويله جدا مع نادي الجزيره الاماراتي لاخراج عدد كبير جدا جدا من اللاعبين الكبار اللي موجودين في الجزيره الاماراتي حتى الان. ربنا يوفقك يا كابتن بدر، مهمه صعبه ولكن ان شاء الله كل التوفيق لحضرتك خلال الفتره القادمه. ايضا من الاخبار او من القرارات اللي اتخذها مجلس اداره النادي الاهلي النهارده، مجلس اداره النادي الاهلي بيعتمد الترتيبات النهائيه لافتتاح فرع التجمع الخامس ان شاء الله زي ما حضراتكم عارفين يوم 1/6. ايضا يعني طبعا حضراتكم عارفين ان الافتتاح ان شاء الله هيكون 1/6 افتتاح يوم الخميس 1/6 افتتاح مقر التجمع الخامس. حاجة محترمة وحاجة جميلة وحاجة رائعة جدا جدا جدا. إن شاء الله ربنا يبارك، ويوم 1/6 نبارك لكل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وكل أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي بافتتاح هذا الفرع، وأيضا كل أعضاء
الجمعية العامة للنادي الأهلي اللي هم جمهور النادي الأهلي 80-90 مليون شريك أهلاوي الحقيقة في النجاحات اللي بتحصل، احنا عندنا 80-90 مليون شريك أهلاوي. أيضا من ضمن القرارات اللي اتخذها مجلس إدارة النادي الأهلي محمد كامل مستشارا تسويقيا لمجموعة شركات النادي الأهلي. هناك أيضا قرارات تم اتخاذها كطرح مبنى كامل للبنوك الوطنية في فرع التجمع الخامس. إذن قرارات مهمة جدا في ضوء اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي النهاردة. هذه القرارات اللي الحقيقة كل جمهور النادي الأهلي بينتظرها، لأن في النهاية كلها قرارات مهمة، سواء وجود الكابتن بدر رجب، افتتاح فرع التجمع الخامس ان شاء الله، اللي ان شاء الله يوم 1/6. كل شويه هفكر حضراتكم، مش عايز حضراتكم تنسوا ان 1/9 الامور هتتغير، فحاولوا من 1/6 ل 1/9. وطبعا اللي عايز يروح يتقدم دلوقتي، لجنه العضويات برئاسه الاستاذ طارق قنديل الحقيقه بتستقبل عدد كبير جدا جدا من محبي النادي الاهلي ومن مشجعي النادي الاهلي ومن المواطنين المصريين اللي عايزين يستمتعوا بما يحدث داخل النادي الأهلي من بنية تحتية رائعة موجودة الحقيقة في فرع التجمع أو مقر التجمع الخامس. وبالتالي لجنة العضويات بتنتظر حضراتكم خلال الفترة الجاية، اسمعوا كلامي، ابتداء من 1/9 الأمور سوف تتغير بشكل كبير جدا جدا. ومرة تانية حابب أن أنا أبارك لكابتن بدر رجب، ألف ألف مبروك لكابتن بدر رجب، عنده مهمة صعبة جدا، ولكن كابتن بدر رجب أداها وقدود، وإن شاء الله يستطيع كابتن بدر رجب أن هو يعمل لنا جيل جديد من الناشئين اللي بيعتمد عليه النادي الأهلي. الحمد لله والشكر لله عندنا أجيال كبيرة وجميلة ورائعة موجودة في النادي الأهلي، وزي ما حضراتكم شايفين الفترة الجاية هتشوفوا عدد من الناشئين. هكلمكم لما أجي أتكلم عن تمرينة النهاردة وإيه اللي حصل فيها، هكلمكم عن مجموعة شباب وناشئين إن شاء الله إن شاء الله. هذه الأسماء مش عايز حضراتكم تنسوها، لأنها هيبقى لهم دور إن شاء الله مع النادي الأهلي خلال الفترة القادمة.